مثل ما جاء في العناوين السادة، حالة من الذعر بين المصريين بعد توجيه وزارة التموين تحذيرا من استخدام نوع جديد من العطور انتشر مؤخرا في الصيدليات والمحلات يؤدي إلى الوفاة بعد 3 أيام من استخدامه. التحذير المصري جاء بعد شهر عن إطلاق وزارة الدفاع الوطني الجزائرية لتحذيرات استباقية بخصوص نفس العطر قبل أن تمتد المخاوف نحو 6 دول عربية. تقرير في السياق لينا بالعيد. حالة من الخوف والذعر وسط المصريين بعد توجيه وزارة التموين تحذيرا من استخدام نوع جديد من العطور انتشر في الآونة الأخيرة بالصيدليات والمحلات والذي يؤدي إلى الوفاة بعد 3 أيام من استخدامه. العطر الذي منعت الوزارة المواطنين من استخدامه يحمل اسم ريلاكس، وقد تقرر شن حملات مكثفة على معظم محلات الهدايا والعطور والإكسسوارات والصيدليات للبحث عن هذا العطر القاتل ومصادرته من الأسواق. الخبر الصادم المتعلق بالعطر القاتل من نوع ريلاكس تناولته مختلف وسائل الإعلام العربية، وقد تم اكتشافه ب6 دول عربية وإسلامية: مصر، العراق، لبنان، السودان، والكويت والجزائر، التي كانت السباقة في إطلاق إنذارات عبر تحذير وزارة الدفاع الوطني من اقتناء ووضع عطر قاتل عبر ورقة صادرة شهر أوت الماضي. في أعقاب التحاليل أظهرت أن للعطر سما لا يظهر عند استعماله مباشرة، بل له مفعول متأخر يظهر بعد 3 أو 4 أيام من رشه على الجسد، حيث يكون الموت المفاجئ. الضجة الكبيرة التي أحدثها العطر القاتل في صمت بالجزائر قبل أيام حركت الجهات المعنية، فمنظمة حماية المستهلك على سبيل المثال أكدت صحة المعلومات بشأن المخاطر التي قد يسببها عطر ريلاكس لمستخدميها، ودعت المستهلكين للتوقف عن شرائه، كما طالبت من الشباب والفتيات الذين قد يملكون عينة منه بالتوقف عن استعماله نهائياً.